انا حسيت ان جمهور الاهلي زعلان من محمد صديق علشان انت لعبت للاهلي، لكن الناس حست ان انت مش ممتن للفترة دي او ما عندكش تقدير للفترة دي. هو في اكتر من اللي انا بقول ان جماهير النادي الاهلي بالاعداد ديت بسبب كبير جدا في شهرة محمد صديق، يعني اقول ايه اكتر من كده؟ يعني من خلالك انا بقوله تاني، هو اخر مرة بقولها، يعني النادي الاهلي بيكبر اي اسم، النادي الاهلي يا كريم بتكبر اي حد. كون بقى ان انا يعني الفترة دي انا ممكن زي ما قلت ما حسبتهاش صح ان انا انتقالي، فدي يعني ممكن تطلع في وقت من الاوقات مثلا ان انا زعلان، انا متضايق، انا وفي ناس تقول لك ايه ده علشان ما اشتغلش في النادي الاهلي فبيعمل كده. ماشي، ما انا لما انتوا بتحبوا قوي الناس وبتحبوا الناس ان هي بتمشي وتروح بعد كده تشتغل في النادي الاهلي، وبعد كده بتوعدوها وبعد كده بتخلفوا بالعهود بتاعتكم، فانا من حقي ان انا ازعل، يعني انت توعدت فاهم؟ انك تشتغل في الاهلي؟ انا اتوعدت ان انا اشتغل في الاهلي، بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني انا رحت لواحد قال لي لا، فاهم؟ بس انا خلاص يعني انا عديت المرحله دي، يعني لا لا مش فاهم، يعني انت وانت بتلعب بعد ما لا بطلت لا مش كنتش بلعب، بطلت اه وبعدين انا بطلت كوره، يعني عايز اشتغل في الكارير بتاعي اللي انا بحبه، تدريب اه. ماشي فطبعا انا اخر حاجه لعبت فيها كان النادي الاهلي مش حلو. الزمالك، فلما رحت فتواصلت مع حد في لما الاهلي؟ تواصلت انا تواصلت على اتواصل معايا على اساس ان انا زمالك، ما تواصلش معايا ان انا لعيب مخلص في النادي الاهلي، لا هو بيتكلم معايا انت راجل ند اه زملكاوي، ندي بالند، وتوصل لي ان انت زملكاوي وان انت مش عارف ايه وان فما انت ينفعش تلعب اه تشتغل عندنا. يعني آه ممكن بقى تستنى ومش عارف ايه. فطبعا انا زعلت جدا جدا، تقدر تقول ومش مين اللي قال لك ومش كده؟ محمد عامر، كابتن محمد كابتن محمد عامر. عامر اه. هو اللي قال لك ان انت زملكاوي فمش هينفع تلعب في لا هو ما القسم. قاليش، بص هو ما حدش قال لي انت زملكاوي، هو اتقالت لي بطرق تانية، انت عارف لما تبقى تلميحات تقصد مثلا؟ تلميحات، ما حدش هادي مثلا، ما كانش بيرد على تليفوناتك، حاجات تانية اللي هو الواحد مستغرب، ايه ده؟ هو ده النادي الاهلي اللي انا سبت كل حاجة علشانه؟ هو ده النادي الاهلي اللي انا ما جددتش في نادي الزمالك ورحت علشانه؟ هو ده اللي هو ايه، مستغرب بصراحة من الحاجات اللي كانت بتحصل. وبعدين زي انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده من سنتين معاك او من السنه اللي فاتت لو تفتكر، قلت لك في بعض الانديه بتتعامل مع الموضوع هو انت ابن النادي ازاي، يعني مفهوم ابن النادي ده ازاي، اللي مفهوم هو ابن اتربى النادي، من وهو صغير مفهوم ولا؟ ابن النادي ان هو انا بلاحظ في الزمالك وفي الاهلي وفي انديه كتير جدا ان في لعيب ممكن يكون عنده 10 سنين ومشي مثلا وعنده 18 سنة وما لعبش في الفريق الأول ومشي، فاهم؟ تلاقيه راجع بعد 30 سنة يشتغل في النادي، هو ابن النادي عند مدير قطاع الناشئين، هو ابن النادي، فاهم؟ وفي نجم مثلا زي كبير، مين؟ اديني أمثلة كده. زي مين لا كده؟ بلاش أدي أمثلة، معلش يعني ماشي، معلش بلاش عشان أدي بس الناس أمثلة، تبقى عارفة قصدك ايه. لا انا لا قصدي انا بقول لك اللعيبه بتخلص مشوارها الكروي وبعد كده تيجي تلعب يا كريم تبقى واخد بطولات كتير جدا وسايب كل حاجه، وفجاه تقول يا جماعه لا ما استنى شويه عشان في اولادي، مين اولادي النادي؟ يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان، يا جماعه دول يعني ما لعبوش فريق اول، ما خدوش بطولات زيي، ما راحوش مثلا منتخب زينا، ما يعني فاهم، بيبقى في اولويات عند بعض الناس بيحسبوها بعنصريه شويه، بس برضو في الاول وفي الاخر انا ما تقولش ايه هو انت علشان ما اشتغلتش في النادي فانت ممكن تقلب بقى ترجع تاني تقول انا لا اصل انا ما بحب، برضو انا لا ما هو ده الموضوع سؤالي ليك مش بقى، موضوع هل كده، عشان انت ما اشتغلتش في لا لا نادي مش موضوع كده خالص، فبتهاجم النادي؟ تعامل بس يا كريم، تعامل يعني كان لازم يبقى في تعامل يعني شيك اشيك بس من كده اتضايقت شويه، منهم فبت بت يعني ضيقك ده بيخليك لا تهاجمهم؟ ما انا لا ما انا لما الاقي الناس التانية، ما قابل مثلا واحد زي كابتن اسماعيل يوسف في ابو ظبي في ماتش الاهلي والسوبر والزمالك بتاع ضربات الجزاء ماشي. ويقول لي اهلا بيك وتشرف واي وقت انت عايز ترجع مصر تشتغل في نادي الزمالك ما عندناش اي مشكله، فالواحد برضو ايه يعني انت عارف لما يحصل مقارنه وتقابل تشوف الشياكه، حق انا مش هشتغل، بص انا عمري في حياتي ما هروح اشتغل في نادي الزمالك، ليه؟ عمري ما، لا ليه؟ خلاص يعني هي مرحله وانتهت ورحت النادي الاهلي ومرحله وانتهت برضو، لكن انا بكلمك في ايه يا كريم؟ بكلمك في شياكه في التعامل، فاهم. فاهم؟ ان انت بترحب بحد ممكن يكون هو ما في يوم من الايام مشي بس هو فاكر لك ان انت لعبت معاه وخدت بطولات معاه،
وان انت عايز تشتغل مفيش مشكله، بس ما زعلوش منك ممكن انك رحت ممكن الاهلي خلي يعني. بالك ممكن يكون مثلا زي ما حصل مع طارق السعيد اللي هو كان هيجي مع حسام حسن، وبعد كده مرتضى بعد ما وافق على مضض جماهير قامت عليهم وما اشتغلش لو تفتكر. لكن ان هو يعني يعرض نفسه وان هو يستقبلك استقبال دوت، فدي حاجه طبعا بتفرحني. لان انا بس بحب. انت حاسس ان الزملكاويه مش زعلانين منك انك خدت خطوه الانتقال للاهلي؟ الزملكاويه الجمهور الاول. ما بحسبهاش كده. ما انت بتقابل في الشارع ناس. ما انا جاي لك اهو. ما بحسبهاش كده. ليه ما بحسبهاش كده؟ لان انا بقابل ناس بتقول تقول لي ايه؟ والله يا كريم انا بحبك بس زعلان منك عشان رحت الاهلي. بس انا في الاول وفي الاخر انا بحبك. ماشي. فاهم؟ لما في الفتره الاخيره لقيت قاعده كبيره جدا مبسوطه مني بتحبني وكده. فاهم؟ عشان بقيت بتهاجم الاهلي. عشان بقيت عشان بتكلم مثلا ان انا لا النادي الزمالك نادي كويس ونادي منافس. انا ما كلمتش على الاهلي خلي بالك خالص. بس انت هاجمت الاهلي في اكتر من مره. انا هاجمت في الاهلي قلت ايه؟ ما انا هات لي مثلا قلت ايه على الاهلي؟ ما بتكلمش على الاهلي خالص. بس الناس بتقول كده دايما. انا مش فاكر طبعا جمله يعني انا يعني وانا مثلا لما بشيد مثلا بشيكابالا يبقى انا بهاجم الاهلي؟ لا طبعا. لما بقول ان موسيماني مثلا يعني نازل في تشكيل عايز كل يروح مبسوط. ماشي. يعني في ماتش سموحه مثلا منزل ناصر ماهر ووليد سليمان وقفشه بيلعبوا 10 هم الثلاثه والثلاثه مش عارفين يتحركوا مع بعض. فقلت طبعا واتغلبوا الماتش ده بتاع سموحه. قلت ماشي. طبعا يعني هو موسيماني اخطا طبعا في ماشي. التغييرات بتاعته. طب ايه المشكله انك برضه تنتقد فنيا عادي بالظبط. لما في الماتش فاكر لما نزل كل الفرقه مهاجمين اعتقد كان المقاولين او امبي حاجه زي كده. ماشي. لا ما كانش امبي كان المقاولين. والماتش خلص تعادل. يعني نزل كل الفرق مهاجمين ان هو مش عارف يوصل لتوليفه قدام. يمكن التوليفه دي الاخيره دي وصل ليها بعد مرحله كتيره جدا طبعًا من التجارب طبعًا. طاهر حسين مع اختلافنا طبعا على مستوى حسين وتذبذبه وقفشه 10 ومحمد شريف خلاص ماشي. هو الراجل شغال كويس بالناس ديت ومبسوط الناس كلها مبسوطه منه. لكن هو الاول انا كنت بقول ان هو مش عارف يوصل ازاي للتشكيله. ماشي. وده عادي وده ياخد وقت يعني في مدربين. وبعدين كان عدم وجود حمدي فتحي كان حمدي فتحي وعدم وجود ايمن اشرف في بعض الفترات. علي معلول. علي معلول كان مؤثر جدا في طريقه لعب موسيماني. فانا كنت بتكلم فني لكن لا عمري في حياتي هتكلم على تاريخ نادي الاهلي لان انا مش انا اللي هقيم تاريخ النادي الاهلي ولا جماهير النادي طبعا الأهلي. بس الناس اخذت ان انت متضايق من الاهلي فعشان كده بتقول الحاجات دي. فاهم قصدي؟ يعني الجمهور جمهور يعني برضه بيبقى عنده مشاعر. هو الموضوع عندي منتهي خلاص. كان فتره يعني لو جه ده قال لي اشتغل وش مش ولا هشتغل هنا ولا هشتغل ليه برضه ده سؤال مهم. مش عايز ليه؟ مش عايز يعني مش اقول لك ليه ولا عايز تشتغل. اقول لك ليه؟ لان يعني انا الاهلي فهمت قصه خلاص. لان انا 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 دلوقتي انا دلوقتي عندي طموح بلاش كلمه طموح عشان بتزعل الناس. يعني انا خلاص مرحله ان انا ادرب أو مسؤول عن مدرسه كوره او امرن في الناشئين دي خلاص بالنسبه لي انتهت. يعني حلو. انا دلوقتي بمرن فريق اول ماشي. وشغال في المرحله بتاعت الفريق الاول وجالي عروض في الفريق الاول ماشي. عشان كده خلاص يعني ان انا اشتغل. هل الزمالك او الاهلي هيجيبوني ان انا اشتغل في الفريق الاول؟ لا عايز الصراحه عايز الصراحه الاولى ان المقاولين هو اللي يجيبك. ماشي ماشي مفيش مشكله. ده يعني اعتقد انه ده الاقرب. يعني انا ما عنديش مشكله المقاولين او غير المقاولين. فاهم يعني بس قصدي ان المقاولين بس ده هي دي برضو بقى. خلي بالك يا كيمو المشكله دي مش مشكله محمد صديق لوحده. مشكله طارق السعيد مشكله رضا عبد العال مش يمكن مجدي طلبه كابتن مجدي طلبه اسف يعني على حفظ الالقاب هو اتجاه النادي الاهلي. ماشي. اينو اتجاه النادي الاهلي. طب ايه الفرق ما بينك وما بين كابتن مجدي طلبه واينو؟ ما هم برضو كانوا في الزمالك وراحوا الاهلي. اشمعنى انت اللي اتقال لك لا اصلك زملكاوي او ما معناه اصل انت زملكاوي؟ ما اعرفش انا مش عارف مع اني مع يعني مع عشان إني انت مش محسوب اهلاوي يعني مع إني يعني انت هو انت اصلا قبل ما تروح الزمالك والاهلي كنت زملكاوي ولا اهلاوي؟ يعني انت وانت في المقاولين؟ لا كنت مقاوليناوي. بجد؟ ما كانش ليك لا بص اقول لك حاجه غريبه. انت عارف ان انا وانا في المقاولين عمري في حياتي عمر ما نادي الزمالك فوضني. بس الاهلي فوضه ثلاث مرات. والله العظيم ثلاث مرات والثلاث مرات يعني وقعت فيهم بالفعل.